بعد تحديد 52 موقعا إيرانيا، ترامب يحذر طهران من ضربة كبيرة إذا ما هاجمت مصالح أمريكا. البرلمان العراقي يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث مصير الوجود العسكري الأمريكي. الناخبون في كرواتيا يصوتون اليوم في جولة إعادة الانتخابات الرئاسية. من صباحا السادسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مهاجمة مصالح أمريكا قائلا أنه سيرد بقوة أكبر من أي ضربة سابقة. وقال ترامب في تغريدة على تويتر أن الولايات المتحدة أنفقت تريليوني دولار على تحديث قوتها العسكرية وأنه لن يتردد في استخدامها ضد إيران. وكان ترامب قد أعلن أن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا استراتيجيا سيتم ضربهم بسرعة وبقوة كبيرتين إذا ما حاولت طهران استهداف أي من القواعد المصالح الأمريكية. يعقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة اليوم لبحث ضربة الأمريكية والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني وكذلك مقتل أبو المهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي في بغداد. كان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد أدان الضربة الأمريكية معتبرا أنها انتهاك للسيادة والمواثيق الدولية. أفاد وزير العدل الياباني بأن الشرطة اليابانية قد أصدرت مذكرة دولية للقبض على الرئيس السابق لنيسان كارلوس غوسن، والذي هرب من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية. وقالت الوزيرة ماساكو موري أن رحيل غوسن هو غير قانوني وهو أمر مؤسف للغاية، مشددة على أن تهربه من الكفالة لا يمكن تبريره وأن المحكمة قد ألغتها، كما تعهدت الوزيرة بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة وأمرت أيضا بتجديد إجراءات الهجرة. يتجه الناخبون في كرواتيا اليوم إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وذلك لاختيار ما بين الرئيسة المنتهية ولايتها كوليندا كيتاروفيتش ورئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش. ومن المقرر أن يصوت في هذه الجولة نحو 3,800,000 ناخب كرواتي. كان المعارض ميلانوفيتش قد تصدر نتائج الجولة الأولى بالحصول على 32% من الأصوات، متقدما على كيتاروفيتش والتي حصلت على 28%. توصلت في فرنسا مظاهرات أصحاب سترة الصفراء للمطالبة بإجراء إصلاحات، وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت تعزيز الإجراءات الأمنية، خاصة أن المظاهرات قد تزامنت مع إضراب عمالي احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد. نهاية الموجز، مزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري actionnews.tv. إلى اللقاء.